اسمه محمود ابو زيد على فكره. ومحمود ابو زيد توصيفه السياسي انتمائه لجماعه الاخوان المسلمين، وهي جماعه مصنفه قضائيا وقانونيا في مصر انها جماعه ارهابيه. واعتقد ان المجتمع المصري كله باختلاف طوائفه وتياراته وشبابه وشيوخه نسائه ورجاله في حاله من الاجماع على انها جماعه ارهابيه، بالصوت وبالصوره وبالفيديو وبالكلمه وبالجريمه بالدم. وبحكم عام كامل شهدنا فيه اهدار للقانون وللعداله ولحقوق المواطنه وغيره. وعندما تم ازاحتهم بثوره 30 يونيو ارتكبوا من الجرائم اكثر من، بنتكلم في تقريبا من 70 ل 80 كنيسه احرقوها، وده حق المصريين. اعادته القوات المسلحه في انها ترمم الكنائس في مده يعني كانت بمثابه نوع من الانجازات الكبيره الضخمه اللي حصلت. ده بين قوسين، لكن خلينا نقول ان محمود ابو زيد هذا هو انتمائه. حصل على الجنسيه المصريه عن طريق السيده والدته من 2009 تقريبا، علشان دي معلومات اساسيه مهمه عشان المصريين كلها يعرفوها. دي تاني حاجة. الحاجة الثالثة انه كان مشارك في طب لحظة واحدة، جنسيته متهم من امه ليه؟ هو والده مش مصري؟ اعتقد ان والده مش مصري، هي اللي واخد الجنسية عن والدته. عن والدته، تمام. ده رقم. رقم اتنين، دي معلومة جديدة جدا، هو شارك في اعتصام ربع. شارك في اعتصام رابعة. الجهة اللي منحته الجايزة وهي منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو، هي منظمة معنية بشكل أساسي بالتراث الإنساني العالمي. وهي سقطة في حق هذه المنظمة العالمية التي تحظى باحترام العالم كله. من المفترض أنها ترعى التنوع الثقافي وترعى التراث الإنساني العالمي أيا كان موطنه جغرافيا وعرقيا وجنسيته، في حين أنها تناصر من يناصبون هذا المفهوم وهذه المبادئ العداء. هي تقوض بنفسها بمنح هذه الجائزة المبادئ التي أقيمت من أجلها. دي جملة